وقدراته في الإلقاء، أسلوبه كيف أسلوبه. هل هو الخطيب هذا الناجح طلع من بطن أمه ومعه ميكروفون؟ قالت أمه يوم شافت الميكروفون قالت والله زين ولدي بيطلع خطيب، لا، لكن طور قدراته حتى استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة العالية، واستطاع أنه يعني لم يهب أن يصعد الجبال، يعني كما قالوا من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أذكر مرة من المرات ألقيت كلمة في أحد المساجد، صليت في العصر وقمت وألقيت كلمة يمكن 10 دقائق وطلعت. بكرة عزمت في عند واحد من الزملاء، فذهبت مع أحد الإخوة. أخي هذا يعني رجل طالب علم وحافظ لكتاب الله، يعني ما رأيت في حياتي أقوى إتقانا لحفظ القرآن منه بشكل عجيب سبحان الله. ويراجع، صار له الآن صار له 18 سنة يراجع كل يوم 5 أجزاء، صار له 18 سنة يراجع كل يوم 5، يعني يمكن يغلط في اسمه ولا يغلط في القرآن. فذهبت أنا وياه تغدينا عند واحد، وصار واحد اللي عازمنا هذا بيته بجانب المسجد اللي أنا أمس ألقيت فيه الكلمة، فاضطررنا أن نصلي العصر في نفس المسجد. الإمام شافني فصراح وخذ الميكروفون وقال أيها الإخوة معنا اليوم الشيخ فلان فليتفضل يلقي كلمة. طيب أنا ملقي أمس كلمة في نفس المسجد وعلى نفس الجماعة، فقمت ومسكت الميكروفون قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا اليوم أمس ألقيت عندكم الكلمة، فاليوم أحول الكلام إلى رجل حافظ لكتاب الله ومتقن وهو الشيخ فلان، تفضل يا شيخ. وأنا في نفسي أنه بيقوم يلقي، فقام وطلع من المسجد. أشرت له قلت أحرجني صراحة، قلت شيخ تعال، قام وأشر على بطنه وراح الحمام. فعلا أصيب بإسهال، أصيب بإسهال حقيقي، يعني ينظر أنه بيلقي. المهم بعد الصلاة ألقيت كلمة هنا وبعدين مسكت عقبها، قلت يا فلان يا أخي نلعب حنان، صار لك الحين سنين وانت ما شاء الله عليك تحفظ القرآن وحافظ لا قوة إلا بالله من المتون العلمية شيء كثير، حتى قاعد يسمع لي متن في مفردات الإمام